الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أوجب العدل في كل الأحوال وحرم الظلم في الدماء والأعراض والحقوق والأموال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كامل الأوصاف وواسع النوال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فاق جميع العالمين في الفضل والإفضال اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وأشرف آل ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم معاشر المسلمين لقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القتل في آخر الزمان يكثر حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل بالطبع أيها الأحبة لا نستطيع أن نغفل هذه الحادثة البشعة التي مرت علينا في هذا الأسبوع وهذا الظلم الذي وقع على تلك الأسرة المسلمة في مدينة لندن فسنعرج معكم على بعض الومضات في هذه الخطبة حتى يكون لنا دور إيجابي حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث وحتى نكون سبباً في منع هذا أن يحدث مرة أخرى الومضة الأولى أيها الأحبة أولاً هي بشرى لهذه الأسرة فإنا نحسبهم والله حسيبهم من الشهداء فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله دون أهله فهو شهيد فنحسبهم أنهم قتلوا في سبيل دينهم ومن أجل دينهم فقط والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله فنسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يدخلهم في فردوسه الأعلى وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يرحمهم بواسع رحمته وفضله الومضة الثانية أيها الأحبة واجبنا واجبي وواجبك كمسلم في سبيل دعم إخوانك أولاً ينبغي عليك تقديم كل ما تستطيع تقديمه فمصابهم مصابك وألمهم ألمك فابذل ما تستطيع من جهد أو مال أو وقت للتعريف بهذه القضية وبما حدث وقع من ظلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر في الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن شكوى أحد الأعضاء مدعاة للسهر حقيقة لا مجازا ليس تعبيرا مجازي وإنما تعبير حقيقي ينبغي أن يتأثر الجسد كله بما ألم بأحد الأعضاء من ألم الجسد كله يسهر أولا ليصاب بالحمى وبعده يبدأ الجسد كله بالتداعي بالشكوى والمشاركة في ذاك الألم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أيها الأحبة من واجبك أيها المسلم التعريف بأخلاق الإسلام وآدابه أن تعرف به كل من حولك أصدقاؤك زملاؤك جيرانك أن تعرفهم بسماحة الإسلام ورحمته وعدله من واجبك أيضا أيها المسلم أن تتخلى عن الشعور بالضعف والغربة في هذا البلد وأن تعلم أننا قوم أعزنا الله بالإسلام فأن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فأنت هنا فرد من نسيج هذا المجتمع ومن نسيج هذا الوطن فعليك أن تكون قويا في المطالبة بحقك كما أن عليك واجبات تدفعها تجاه دولتك
وعليك واجبات تجاه المجتمع، فإن لك حقوق عليك أن تنعم بها، وأول تلك الحقوق هو الشعور بالأمن. تريد أن تمشي آمنا، تريد أن تطمئن على أهلك وأبنائك، لا تريد أن تعيش في خوف ورعب وعلع وهلع، وهذا مطلبك وهذا حقك، لا ينبغي أن تضعف في المطالبة به. الوندة الثالثة، ضرورة وأهمية وحدة المجتمع المسلم. في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كناية عن أن المسلم أو أن البنيان كله يكون مترابطا متجانسا متكاملا قويا. فالبناء لا يتحمل ولا يتحقق منه غرضه إلا أن يكون متماسكا ببعضه، وإلا إذا تشرذم وإذا تفرق البناء انحلت أجزاؤه وانفرط واختل ذلك البنيان. حتى وإن اختلفت وجهات النظر، إن اختلفت الثقافات والأعراق والجنسيات، هذا لا ينبغي أن يؤثر. ربما يكون مثالا على ذلك تجدون من يبني بنيانا أو يرص البناء الطوف فإنه يضعه مخالفا لبعضه، لا يضعه كله صفا واحدا أو رصة واحدة، ينبغي أن يكون مختلفا حتى يكون قويا متماسكا. فبهذا الترابط والتماسك يحصل أمن المجتمع، ويقطع الطريق على شياطين الإنس والجن الذين يأتون ويصطادون في مثل هذه البيئات المتفككة ويجدون فيها غرضهم. من واجب المجتمعات المسلمة ومن واجب المجموعات المسلمة نبذ حب الزعامة والتزعم، فإنه داء ومرض خطير. كل فرد يريد أن يسيطر على غيره، وكل مجموعة تريد أن تسيطر على غيرها وتكون له القيادة والإمامة، حتى أصبح التجمع حول الوطنية والقومية بدلا من القومية الإسلامية. فالعربي يلتف حول العربي وتجده يتجمع معه، والهندي مع الهندي، والباكستاني مع الباكستاني، حتى ربما العرب نفسهم تجدهم متفرقين، المصريين والسوريين وغيرهم، كل وحدة وحدة. لا، ينبغي أن نكون نسيجا واحدا مترابطا ليس بينه خلاف. لذلك جاءت أهمية تآلف القلوب ووحدتها بين أفراد المجتمع الواحد، ونبذ كل ما يثير فردا على فرد أو مجموعة على أخرى أو قبيلة على أخرى. وكيف يقوم مجتمع سليم ترف عليه بالعز البنود إذا لم يتخذ نهجا سديدا ينص عليه قرآن مجيد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي القصة الشهيرة حينما حدث شجار بين مهاجري وأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى كل واحد منهم قبيلته للنصرة: يا آل الأنصار، يا آل المهاجرين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه لهذه الفرقة وهذه الفتنة، وقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ وفي رواية أخرى: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، فصونوا وحدة الآمال فيكم ولا تتفرقوا شيئا تسودوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، الومضة الرابعة في هذه الخطبة منهج الإسلام تجاه ما حدث، ورحمة الإسلام وعدله،
الإسلام أيها الأحباب حافظ على الكليات الخمس الضرورية، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، ووضع القيود والحدود التي يجب أن تحافظ بها على هذه الضروريات الخمس. يقول تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس، نفسا واحدة جعلها ربنا كمن قتل الناس جميعا، لأن حرمة الدم واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، وهذا ما ينبغي أن تشعر به كمسلم تجاه إخوانك وتجاه ما حدث. وقد جرم الإسلام القتل وجعله من كبائر الذنوب، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، يخاطب الكعبة وهي أمامه، ثم يقول: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، دمه وماله وعرضه. بل إن المسلم أيها الأحبة إذا قتل معاهدا فهو متوعد بوعيد شديد، يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمراد به بالمعاهد من له عهد من المسلمين، إن كان عقد بجزية أو هدنة أو أمان من المسلمين أو غير ذلك. كما أن دين الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد الإشارة بالسلاح إلى المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان هذا الأخ أخوك لأبيك وأمك. فحدث الناس أيها الأحبة عن سماحة الإسلام، علموهم عن رحمة الإسلام، وحدثوهم عن قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة لصنيعة واحدة، أن سقى كلبا على عطش، بينما أدخل امرأة النار في هرة حبستها، هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها من خشاش الأرض، فأدخلها النار الله عز وجل النار وعاقبها بذلك. الومضة الأخيرة أيها الأحباب هي رسالة إلى الساسة والإعلاميين وأصحاب القرار وإلى الحكومة والمسؤولين: نعلم تضامنكم ونعلم شعوركم، ولكن ينبغي تحويل هذا الشعور الإنساني إلى قوانين، ينبغي أن تكون قوانين رادعة تجرم الإسلاموفوبيا وتحاربها وتمنع وقوعها حتى لا يتكرر مثل هذه الأحداث. الأمر الثاني: دعوة الحكومة لعمل حملات تثقيف وتوعية بالإسلام وأخلاق الإسلام. ربما لا يعلم ذلك الجاهل عن الإسلام ورحمته، ربما لا يعلم عن عدل الإسلام وأنه دين الرحمة والإنسانية، فينبغي أن ننشر هذه الأخلاق، وينبغي على الإعلام الرسمي التابع للدولة أن يكون له دور في نشر أخلاق الإسلام وتعاليمه حتى يتوعى هؤلاء الجهال. فمن أخلاق الإسلام بر الوالدين وحرمة الكذب وحرمة القتل وغيرها. علينا جميعا أن ننشر سماحة الإسلام والمسلمين، وأن يكون ذلك خلقا متمثل فينا، في شارعنا، في مع جيراننا، في كلياتنا وجامعاتنا، في كل مكان ينبغي أن نتمثل بأخلاق الإسلام التي تحبب الناس في هذا الدين وتحثهم عليه، بدلا أن تزيد من الكراهية والبغضاء. ألا صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الأحبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.